يوم الاثنين المقبل سوف يحدث، يكون هناك اجتماع في بروكسل للاتحاد الأوروبي، وسوف يتم مناقشة هذه الأمور في إطارين على الأقل. إطار هو أن يشمل موضوع الاعتراف بالهيئة الجديدة كممثل شرعي وحيد للشعب السوري. سوف يتم بحث هذا الموضوع بالتفصيل، وأعتقد سوف نشهد تحولات في هذا الموضوع، وسوف يكون عدد مهم من الدول الأوروبية سوف تخطو هذه الخطوة. من ناحية الموضوع المهم جدا هو مناقشة مسألة رفع الحظر عن تصدير الأسلحة للمعارضة السورية لكي بما يمكنها من حماية الشعب السوري. هذه قضية مهمة ولكنها معقدة، نحن ندرك تعقيد هذه المسألة، ولكن هناك رغبة صادقة بهذا الاتجاه.